بسم الله الرحمن الرحيم. switch components. حد يفكرني كده بالراوتر كومبوننت؟ بروسيسور، الميموري بصفة عامة، تمام، ومجموعة من الانترفيسز. والميموري دي كانت ايه؟ الرام والرام والانفي رام والفلاش، تمام. هنا تقريبا الكومبوننت بتاعت السويتش تكاد تقترب او هي تقريبا نفس الكومبوننت بتاعت الراوتر مع اختلافات بسيطه جدا. ايه هي الاختلافات دي؟ على سبيل المثال الفلاش مثلا، الفلاش بتاع الراوتر كان بيبقى جواه ايه؟ الاي او اس. هنا الفلاش بتاع الراوتر بتاعي بيبقى جواه اي او اس، بيبقى جواه حاجه اسمها فيلان داتابيس مش موضوعنا دلوقتي، وبيبقى جواه ملف اسمه كونفيجريشن فايل. ايه حوار بقى الكونفيجريشن فايل ده؟ كان في عندي كومبوننت في الكومبوننت بتاعه الراوتر اسمه انفي رام، صح؟ طب حد فاكر الانفي رام كان بيبقى جواه الستارت اب كونفيج، صح؟ السويتش بقى، معظم السويتشز مش كلها، معظم السويتشز اللي هي الاكسس سويتشز زي اللي ورايا ده، تمام، معظم الاكسس سويتشز ما بيبقاش جواها انفي رام. طب انا محتاجه انفي رام عشان الكونفيجريشن بتاعتي تتسيف جواه. قال لك لا، ما انا هقطع جزء من الفلاش هسيميليته كانه انفي رام، هسيميليته كانه ايه؟ انفي رام. وملف الكونفيجريشن اللي في الانفي رام اللي كان اسمه ستارت اب كونفيج هيبقى في واقع الامر موجود جوه الفلاش في اسمه كونفيجريشن فايل، او للدقه هيبقى ملف اسمه كونفيج دوت تكست، كونفيج دوت تكست، تمام. يبقى تاني، معظم الاكسس سويتشز ما فيهاش انفي رام، بنقطع جزء من الفلاش نسيميليت كان ده ايه؟ انفي رام، وبيبقى جواه ملف اسمه كونفيج دوت تكست. ده في واقع الامر اعتبروه كده ان هو ليه شورت كات لملف اسمه ستارت اب كونفيج، عشان بس يبقى نفس المسمى اللي احنا متعودين عليه. ده هيفرق معايا في حاجه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. عمليه البث والريكفري بتاعت السويتش هتختلف تماما وكليا عن عمليه البث والريكفري على الراوتر. يعني لو تفتكروا كده، البث والريكفري على الراوتر كان بيبقى عندي كونفيجريشن ريجستر، وكنت بغير قيمه الكونفيجريشن ريجستر 0x2142، فاكرين الهيصه دي؟ هنا بقى تعالوا كده نجرب نعمل بث والريكفري على السويتش. سي مثلا نحط باسورد على الكونسول، وبعد كده اقول له هنا ايه؟ لوجن، وسايب الكونفيجريشن بتاعتي، تمام. وبالمره عايزه يبقى عندي بس على السويتش بتاع اي شويه كونفيجريشن، إيه مثلا الهوست نيم، اوريدي السويتش ده عليه كونفيجريشن، تمام. تعالوا نطلع بقى كده اكزيت. حد يفكرني بقى بالباسورد؟ انا كده نسيت الباسورد، تمام. عايز اعمل له بس ريكفري، اعمل ايه؟ اول خطوه خالص هعمل باور سايكل للسويتش. باور سايكل للسويتش يعني ايه؟ اشيل الفيشه واحطها تاني. الراوتر كان فيه زرار اون واوف، السويتش لا للاسف ما فيهوش زرار اون واوف، فهضطر كده ان انا اصلا اقوم، تمام، اشيل الفيشه. قبل ما اشيل الفيشه بقى، فاقوم 15 ثانيه. في زرار هنا موجود على السويتش اللي الناس كانت سالتني عليه، مكتوب عليه مود، شايفين انا بشاور عليه هنا، تمام. في زرار هنا اسمه ايه يا شباب؟ فانا دلوقتي هشيل الفيشه بتاعت السويتش واركبها تاني وافضل ضغط على زرار مود ده شويه ونشوف ايه اللي هيحصل. 15 ثانيه في اول 15 ثانيه، المهم ده قبل ما يبوت يعني. اول مره اشوفه سويتش وبعد كده نقطتين فوق بعض، والراجل محترم جدا بصراحه، قال لي في البدايه اعملي لي انيشاليزيشن للفلاش. يعني ايه؟ يعني شغلي لي الفلاش. اصل انا دلوقتي لو ما عملتش انيشاليزيشن للفلاش وحاولت اعمل بس ريكفري مش هعرف اعمل حاجه خالص، تمام. طب ماشي، حاضر، نعمل له انيشاليزيشن للفلاش. وبرده الراجل محترم قال لي كمان اكتبي لي الامر بتاع لود اندرسكور هيلبر. حاضر، دود اندرسكور هيلبر، تمام. تعالوا بقى كده نعمل داير على الفلاش. داير بيعمل ايه؟ ده امر كده اصلا في الدوس وموجود في الجنس، بيعرض لي محتويات اي حاجه انا عايزه اوصلها. فلو جيت اعمل هنا داير على الفلاش نقطتين فوق بعض انتر، لقيت بيقول لي هنا من ضمن محتويات الفلاش ملف اسمه ايه؟ كونفيج دوت تكست.
كونفيجر التكست ده مشكلتي دلوقتي ان كل الكونفيجريشن اللي انا عملتها على السويتش موجوده جوه. فعشان كده السويتش لو انا رسبته لو انا عملت له لود ريلود وجي يقوم هيقرا الملف اللي اسمه ايه كونفيجر التكست بما فيه هيقرا الباسورد فهيطلب مني الباسورد. طب اعمل ايه؟ انا ممكن ادلته صح، بس انا لو دلت الملف ده ما فيهوش الباسورد بس ده فيه كمان بقيه الكونفيجريشن كلها. انا مش عايزه اضيع الكونفيجريشن، انا عايزه اعمل بس والريكفري على السويتش مع الحفاظ على كل الكونفيجريشن اللي موجود عليه. تمام. طب اعمل ايه؟ ايه رايكم نعمل له رينيم نغير اسمه، وبالتالي لما يجي السويتش بعد كده يقوم هيدور على ملف اسمه كونفيج دوت تكست هيلاقيه؟ مش هيلاقيه، فهيقوم من غيره، وطالما قام من غيره هيدخلني على السويتش كان معلوش اي كونفيجريشن خالص. تمام. نعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له رينيم الملف اللي موجود جوه الفلاش اللي اسمه config.text، احطه برده جوه الفلاش زي ما هو واسميه اي اسم انتوا عايزينه. سي مثلا هسميه config.old مثلا على سبيل المثال، اي اسم مش فارق معايا. تعالوا كده نعمل المره دي داير على الفلاش. لقيت فعلا الملف بتاعي اتعمل له رينيم ولا لا؟ اقدر بقى المره دي اقول له بوت كده. انا برست السويتش بتاعي وهسيبه المره دي، يعني لما يجي يقوم مش هضغط على زرار مود. تمام. لا انا هسيبه اصلا يقوم المره دي. بالظبط، لان هو فوق على الامر ايه الملف الستارت اب كونفيج، انت بتسيف بقى على الستارت اب كونفيج، لكن فوق على الامر الستارت اب كونفيج اعتبره كده شورت كات للملف اللي اسمه كونفيج دوت تكست. تمام. بصوا نسخة الاي او اس اللي عندي هي لان بيز، حد فاكرها؟ وبيمر بمرحلة البوست باور اون سيلف تيست، ودي الاي سي هي اللي كنا اتكلمنا عنها اللي هي الايسك. ده دخلني على السيت اب مود. احنا كنا قلنا قبل كده طالما سالني على السيت اب مود ده معناه ايه؟ عايز يسال. يعني ده معناه ايه؟ ان السويتش ده عليه كونفيجريشن؟ لا معناه مش كونفيجريشن صح؟ ايه ده؟ الكونفيجريشن بتاعتي ضعت؟ طب استنوا كده، داير على الفلاش نقطتين فوق بعض، لا الملف بتاعي لسه موجود كونفيج دوت اولد. تعالوا نعرض محتوياته كده. في عندي امر في الدوس في لينكس انا اسفه اسمه فلاش اسمه مور. الامر ده بيعرض لي ملفات او بيعرض لي محتويات اي ملف، فانا عايز اعرض دلوقتي محتويات الملف اللي اسمه ايه config.old اللي موجود جوه الفلاش. الامر ده موجود في لينكس، بس احنا اتفقنا ان الكرنل بتاع سيسكو مبني اصلا على الكرنل بتاع لينكس. تمام. انتر الهوست نيم سيسكو تحت خالص، الباسورد هي دي، معنى كده ان الكونفيجريشن بتاعتي موجوده لسه. بس المشكله ان السويتش دلوقتي ما قراهاش. ليه تاني؟ لانه لما قام بيدور على ملف اسمه كونفيجريشن وانا عملت له رينيم دوس اولد صح. اعمل ايه؟ مش انا جوه الانيبل مود، اعمل له رينيم تاني واسيبه في نفس المكان، هسميه هو الاول اسمه كونفيج دوت اولد، دلوقتي هسيبه جوه الفلاش واسميه ماست بقى هنا اسميه كونفيج دوت تيست. مفيش اي سبب منطقي ان انا اسميه اي اسم تاني. تمام. بيقول لي دلوقتي الديستنيشن فايل نيم اسمه لي كونفيج دوت تكست، اقول له ايه؟ يس. ايه ده لسه اسم السويتش بتاعي سويتش. انا عملت له رينيم، بس الفكره ان السويتش هو بيقوم لسه ما اخدش الحاجات اللي موجوده في الملف ده حطها في الميموري في الرامه، الحاجات اللي ظاهره قدامي دي اللي موجوده في الرامه، والسويتش لما قام ما بصش على الملف. طب ما انا اجيبها بايدي، ويهمني ان انا اجيبها بايدي قبل ما افكر اغير الباسورد.
لو انا استخبيت دلوقتي وغيرت الباسورد وسيفت، ايه اللي هيحصل؟ اللي موجود في الرننج كونفيج قدامي اللي هو تقريبا انا مش عامله حاجه، يعني تقريبا غيرت الباسورد بس، هيتكبير على مين؟ على الملف اللي اسمه كونفيج تيكست، هيعمل عليه اوفر رايت. يبقى انا كده سيفت ايه؟ الباسورد بس. فيهمني الاول ان انا اجيب الكونتنت بتاع الملف ده في الرامه بتاعتي، بعد كده اعدل فيه. او ما هو الباسورد قدامي انا ممكن اكتبه بفرض ان انت شفرتها، بفرض ان انت شفرت الباسورد. تمام. فاعمل ايه هنا تاني؟ هقول له كوبي بقى المره دي من الفلاش الملف اللي اسمه كونفيج دوت سوري، لا انا عملت له رينيم بقى تكست، احطه فين؟ في السيستم. فين في السيستم؟ في الرننج داش داش كونفيج. اه شغال عادي. تمام. انت بيقول لي حطها لي في الرننج كونفيج. اه حطها لي في الرننج كونفيج. رجع تاني اسم السويتش بتاعي ايه؟ ولو جيت اقول له شو رننج المره دي، كل الكونفيجريشن بتاعتي هلاقيها رجعت تاني. ودي الباسورد. طالما رجعت كل الكونفيجريشن بتاعتي اقدر بقى المره دي بسهوله جدا انزل تحت اللاين كونسول واقول له نو باسورد مثلا على سبيل المثال. واضحه كده؟ ونسيف. تعالوا نجرب كده نكزت، ندخل تاني، دخلني فعلا اهو من غير باسورد. في اي مشكله في الباسورد ريكفري بتاع السويتش؟ خلاص كده وقف ده.